ما فيك تحكي. شلون بدك تقول للمعلم؟ يا أخرس. بس يشوف المعلم الغرفة رح يقلعك فورا. رح يقلعك. إن شاء الله مفكر إني ساكت لك لأني خايفة منك، بس مضطرة إني أشتغل. طارق، هذه رسالتي الأخيرة. لقد دفنت حبك في قلبي، لكنني أريدك أن تعرف كل شيء. ولو أنني تأخرت كثيرا لأعترف بالحقيقة، لكن أريد منك أن تسامحني لأنني لم أبوح لك، وما زلت أحبك بجنون. وين الدفتر؟ طارق، أنت الوحيد في حياتي. كنت أظن أنني أستطيع المتابعة مع خطيبي أكرم. كنت مخطئة. أنا طوال حياتي لم أحب شخصا أكثر منك يا طارق. لكن مشان هيك الوضع تتخانى معي. أنا برجيك يا كلب. إذا مفكرين إنه لحمي بيتاكل فأنتوا غلطانين كتير. رح دفعك الثمن يا طارق. أنا بعرف كيف حاسبك. الو، والله لا خليكي تندمي. عم تفهمي علي ولا؟ لا عم مرتب كل شيء. ولك إمتى لح يساويون؟ يا رب شلون بدي أخلص من هالواطي؟ أحسن شي رح ساوي حريقة وأخلص من هالهم بقى، وهيك بيتقلع بسرعة بهالطريقة بخلص منه. طارق، خير؟ شوفي، أكرم دق لي وقال لي بده يقتلنا اثنيناتنا. نهال، أنت شو قاعده عم تحكي؟ طيب اهدي شوي، تعالي امشي نطلع نحكي برا. عفوا عمي حميد، دقيقة ومنرجع. ماشي ماشي، خد راحتك. ما في غير بيقوم من مشكلة بيوقع بمشكلة. الأزمة السياسية اللي نحنا سويناها لازم نتابع شغلنا فيها، بس المشكلة الوحيدة اللي عم تواجهنا إنه ما عم نوصل لهيك نتيجة بالتنظيم، لأنه عم يصير فيها تمردات، وأنتوا بتعرفوا إنه هالشي مو من مصلحتنا. بس ما عم بفهم ليش المراكز اللي معنا ما عم تشتغل مثل ما بدنا. يا جماعة، هذا الشغل اللي عم نشتغله نحنا اسمه مساومة، وهذا الموضوع بيتطور حسب الخطة اللي نحنا راسمينها.
يعني إمتى ما بدنا نحنا فينا نساوي حوادث ومننهي هذا الموضوع كله. حتى مين بيعرف، يمكن نوصل لمرحلة إنه نلغي شغلة الجبل من أساسها، وهيك منكون نحنا مسيطرين على كل شيء عم يصير بالبلد، حتى على المشاريع يلي بدها تصير بالمدينة مو بالجبل طبعا. مظبوط، بس إذا بدنا نهتم بالمشاريع يلي بدها تصير بالمدينة ما لازم ننسى الشيء اللي نحنا عم نسعى له، بس لازم نضخم المسألة الكردية، لأنه هي هي الطريقة الوحيدة إنه نوقف بوجه الانتخابات، وهيك منكون وصلنا للشيء اللي كنا عم نخطط له وأسقطنا الحكم. ولازم نوقف بوجه انحلال التنظيم بالجبال ونزيد عدد العسكر بالمنطقة عن طريق العمليات ضد الأشخاص لأنها مجربة. بس ما لازم ننسى الإعلام مشان نحسسهم إنه عم يتعاملوا معاملة مواطنين درجة تانية، ولازم نورجيهم كمان إنه في مين عم يشتغل فيهم وعم يلغيلهم هوياتهم القومية واللغة تبعهم، وإنه نحنا بدنا نساعدهم. هذا هو الحل الوحيد، وبعدها بنخلق فوضى سياسية، ووقتها شوفوا شلون رح ينهاروا، وأكيد هذا هو اللي بدنا إياه نحنا. يا جماعة أنتوا بتعرفوا إنه نحنا ما متحملين يجي حدا ويستغلنا، منشان هيك نحنا بدنا نبدأ بمرحلة جديدة بالمجال الاستراتيجي. عم نحضر تقارير جديدة، وهدول التقارير كلها بتضم المسألة الديموغرافية ووضع التنظيمات الإرهابية تحت سيطرتنا. بس نحنا لازم نهتم بالشخصيات المهمة بالمجتمع، لأنه لازم يكون في عنا سند نقدر نعتمد عليه، مثل الشخصيات الأكاديمية الموجودة بالجامعات والمحافظين بالولايات كمان. وبعد فترة قصيرة كتير رح نلاقيهم أنه صاروا مثل العجينة بإيدينا. وما لازم ننسى المحامين والدكاترة كمان وشيوخ الجوامع حتى الممرضين. بس بالأول لازم نحنا نجهز دراسات عن هدول العالم كله، وهيك منكون نحنا سيطرنا على كل البلد. طيب ما قلت لنا نحن كيف بدنا نستفيد من المعلومات اللي بدنا نجيبها؟ بالأول نحن لازم نوصل البلد لمرحلة إنه ما يكون فيها إدارة سياسية بالمرة، وهيك بيكونوا فقدوا السيطرة. حتى السياسيين بالبلد ما رح يبقى لهم مكان هون، وما عاد يعرفوا كيف بدهم يحلوا مشاكلهم. وبعدها ما لازم نوقف عند هذا الحد، ونحاول إنه نضيف على هالشي موجة جديدة من الأصولية، وهيك منكون خلينا الحكومة تفوت بمرحلة أصعب. يعني نحن لازم نوصلها لمرحلة إنه تصير تدافع عن حالها، ومنضل نحن صاحبين القرار بكل شيء. وهيك هنن رح يدخلوا بمرحلة سيكولوجية ويفكروا إنه هنن المذنبين، وبالحالة منكون نحن خلصنا كل الشيء اللي بدنا إياه وما منكون تعذبنا أبدا. يا جماعة بمرحلة التفتيش رح منحول بعض الأشخاص المهمين لمراكز معلومات من خلال بعث الرسائل والإيميلات كمان، ورح منطالع جماعتنا على شاشات التلفزيون. ومثل ما بتعرفوا نحن استلمنا السلطة بهالبلد لسنوات كتيرة، وهذا الشيء قدرنا نوصله عن طريق العالم يلي حطيناهن ومعرفتنا المنيحة بحركة الدولة والبيروقراطيين كمان. والشعب وقتها رح يفهم انه ما رح ننهار، وانه شغلهم وتعبهم راح على الارض، ورح نضل هيك طوال ما نحن قدرانين نسيطر على الدولة، ورح نورجيهم القوة والإرهاد اللي عنا، وانه هنن كتير ضعاف. بغض النظر عن الشعب، لولانا هن ما رح يقدروا يساووا شيء ابدا، ولازم نورجيهم شو معنات الشعب والإرادة الوطنية، وإنه هذا كله حكي فاضي، وإنه لازم هن يعتمدوا علينا مشان ما يصير أكتر من اللي عم يصير فيهم. يعني نحنا لازم نخليهم يعرفوا منيح شو بيطلع بإيدينا لما بنوقف بوش الشعب، وإنه كلمتنا هي اللي بدها تمشي. بلكي بريحونا بقى وبيتعلموا. يا جماعة نحنا ما لازم نستهتر بهالموضوع، لأنه الناس بهالبلد ما بيشبهوا أبدا الناس بغير بلاد، لأنه هدول إذا وقعوا بيرجعوا بيوقفوا وبيكملوا طريقهم بشكل أقوى من الأول، لأنه هن عاشوا مراحل أصعب من هيك بكتير. ونحن غلطتنا لما ما عطينا يلي بيحبوا البلد ريق حلو حتى نحن ما ساعدناهم بالمرة. تعرفوا ليش غلطنا؟ لأنه هدول صاروا ينادوا بالحوار وبالتعليم والأخوة، وشوفوا وين وصلوا هلأ، وهالشي كله صار رغم أنهم ما شاركوا ولا مرة بالنظام أو بحكم الدولة. مظبوط، وغير هيك هن بلشوا يأثروا شوي شوي ببعض من جماعتنا اللي بنعرفهم. حتى في شخص مهم كتير عنا ما رح تتوقعوا أبدا مين هو، قال إنه استغرب لما شاف أولمبيادات اللغة، وهذا الشيء وترني كتير. حتى قال لي ملاحظ إنه في ناس كتير بالمؤسسة عنده اتغيرت مواقفهم، بدي أفهم ليش هيك عم يعملوا. أنا متأكد إنه في شيء مو طبيعي عم يصير، وإنه في أعداء كتير إلنا قدروا يكسبوا ثقة البعض من جماعتنا، ونحن لازم ناخد حذرنا من هالشغلة، وهيك نحن منكون وقفنا بوجههم وما خليناهم ينجحوا، لأنه هدول يمكن يشكلوا خطر علينا. ونحن عم نقول إنه تركيا مجزأة أو شعبها بخلاف دائم ومؤسساتها بحالة تفكك، وهنن عم يقولوا تركيا الموحدة.
انت شو عرفك انه اكرم بده يقتلنا؟ لانه طول الليل عم يتصل فيني وعم بيهددني انه رح يقتلني انا وياك. طيب ليش؟ نحن شو عملنا له؟ ليش ما عم تجاوبيني؟ طارق، انا بحبك كتير. بعرف هذا الشيء وانا كمان بحبك. ليك طارق، في سر انا مخبيته عنك. يعني رح اعترف لك بكل شيء. خالتي اصحي مشان الله، خالتي طلعي فيني. خالتي بقتل حالي، لا حدا يقرب. ارمي سلاحها، بعدوا عني. اذا بتقربوا خطوه واحده بقتل حالي. ارمي سلاحها، ما بدي. خلاص بعدوا عني، اصحكم تقربوا. والله بقوص حالي. ها بعدوا عني. يلا يا شباب، يلا خذوا هالكلب. قوموا له، يلا قوم اتحرك. يسلموا. شكرا مالك. ليك يا زلمه شلون واقفين عم يتطلعوا ببعض؟ لك يلا نزلهم شبك، حطوهم بسرعه، يلا تحركوا. يسلموا، خفوها. يلا يلا صارت. يلا طارق طمنا، كيف خالتك؟ شو نفدت؟ إصابتها بسيطة، طلعنا لها الرصاصة، خلص مشي الحال، ما عاد في شي بيخوف. إن شاء الله بعد يومين بترجع مثل ما كانت. إن شاء الله يا ابني إن شاء الله. طيب أكرم، ليش لحتى يقوس عليها؟ على أساس هو بيحبها. والله ما بعرف. صحيح طارق، لازم تروح على المخفر مشان تعطيهم إفادتك. رح غير ثيابي وروح. طيب يلا. ما بعرف، نحن لازم نكون أسرع. شو يعني نشتغل من أفايدنا؟ أخي الشغل هالمرة غير، يعني لازم نأخذ وقتنا. إيه والله مزبوط. هلا كلياتكم متفقين ضدي؟ كتير. خلص الله يوفقك. يعني يا عيني. يلا قولوا بسم الله يا شباب. يلا خلص بقى، خلونا نعرف ناكل بقى. Thank you.
تفضل دكتور، وقع على أقوالك. فيني امشي؟ ايه طبعا، مع السلامة. شكرا. في مجال احكي معه بالله؟ ايه بس بسرعة شوي. ما عم بفهم، ليش هيك عملت يا اكرم؟ نهال عايشة؟ ايه صارت احسن. قلي ليش هيك عملت؟ لاني بحبها. حدا بيقتل يلي بحبه؟ انت السبب بكل هالشي يا دكتور. اصلا نهال مش قدامي. لك اتركوني كمل. طلعت انا السبب. طيب انا شو مساوي لحد هيك عمل؟ هاي الرسالة شو عم تعمل معك؟ لقيتها بشنتايتك، شو بدك فيها؟ انت لوين بدك توصلي؟ يعني لو طارق لقى هالرسالة وقراها، بتعرفي شو كان رح يساوي؟ حاجة تعيطي. طارق صار كبير ومن حقه يعرف، عم تفهمي؟ لك انا كم مرة حكيت معك بهالقصة، شو صار لك؟ ما قلت لك لسه ما اجى الوقت المناسب لحتى خبره عن الحقيقة؟ بعدين انت شو بدك اذا عرف ولا لا؟ فوت. اجيت بوقت مو مناسب؟ لا بنتي شو هالحكي، تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي اعدي. الحمد لله على السلامة، خفنا عليكي. الله يسلمك، شكرا. صرتي احسن ما هيك؟ طارق قالنا انه شغلتك بسيطة وان شاء الله بكرة رح يطلعوكي. الحمد لله انه طارق ما صار له شي ومضت هالقصة على خير. كل هالشي بسببك، كان رح يقتلوا لابني. قلتي لأمي عن اللي صار؟ بالله مشان يصير لها شي وقت تسمع هالخبر؟ والله حضرتك مانك سألي على أمك، ما؟ طيب صار لازم أمشي، بدك شي نهال؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا. أنا آسفة، مو مشكلة، خلي عنك، أنا بضبون. هاتي هاتي. هاتي عنك. عادي حبيبتي، هاتي عنك، مو مشكلة، ما صار شي، لا تزعلي. الحمد لله على سلامتك مرة تانية. شكرا زينب. رابعة خانم، معلش تجي معي لبرا. قلي لي شو بك؟ انتي شفتي هديك الرسالة؟ تشبه كتير الرسالة اللي اجته لطارق. يعني شلون وصلت لشنتاية نهال؟ رسالة؟ ايه طارق اجته رسالة؟ ايه كمان الظرف تبعها كان لونه احمر. ايه بس هاي رفيقتها اللي بعتت لها اياها، هاي اكيد صدفة حبيبتي. صح. طيب بدك شي؟ يلا بخاطرك. الله معك زينة. دكتور طارق، عليها العافية. الله يسلمك يا خالي، بس كيف دريتي بالقصة؟ أصلاً غصون اللي قالت لي، خفت ليكون صاير لك شي، بس لا الحمد لله. لا تبكي خالي، أنا منيح. والله أنا مالي غيرك،
انتبه على حالك. طولي بالك، ليكني أنا ما فيني شي. شفتيها لأمي؟ ايه هي جوا، أكيد عند خالتك. طيب رايح شوفه. هي آخر مرة بقلك فيها لا تتدخلي بهالشغلة، فهمتي؟ هالمرة قدرت أني لفلف الموضوع. أنا حرة إيمت ما بدي بقله لا تتدخلي بيني وبين ابني، فهمتي؟ لإمتى بدك تضلي عم تكذبي عليه؟ إلا ما يجي يوم ويعرف فيه الحقيقة. لا تتدخلي، والله إذا بدرى أنك قلتي له شي رح تندمي كتير. أنا اللي رح أقتلك بإيدي، فهمتي؟ فهمتي وليه؟ طارق ابني وقوعك تقربي عليه، فهمتي؟ فهمتي؟ شو بدك فيه؟ أمي لك ما بكفي كان رح يموت بسببك. أمي أنت شو عم تساوي؟ شوفي هداك المجنون كان رح يقوصك بسببها، والله متضايقة منك كتير. حبيبي طارق بعرف اني غلطت بس والله من خوفي عليك. خلص طولي بالك، خالتي ما إلها ذنب. اصلا لو ما وقفت قدامي كنت انا اللي انصبت. طارق يا ابني انا كتير تعبانه. خلص ماما اهدي، تعي عادي وريحي شوي. هيك احسن لك. طولي بالك ماما، خلص حاجة تبكي. انتو شو بكون؟ خلصنا الشغلة صارت ومشي الحال. انسوا، اكرم انمسك ورح يتعاقب على اللي سواه. طيب ليش حاول يقتل خالتك؟ قال انا السبب. ليش انت حكيت معه؟ ايه بس ما طولنا كتير. شو قال لك كمان؟ هذا كل شيء قال لي اياه لانه الشرطه اخذوه. ليش انت شو عملت له لهداك المجنون؟ في قصه قديمه صايره بيناتنا، مو من زمان اتخانقت معه قدام المدرسه، اكيد هذا هو السبب. بس معقول متذكر هالشغله لهلا؟ هذا الزلمه مريض. سلمون. شو هدول؟ تعال هون، ليش هيك الشاي؟ شو حمار ما بتفهم؟ روح ساوي شاي مثل العالم. يلا العمى شو غبي؟ ليش عم تعيط عليه؟ لأنه غبي وما بيفهم، قلعه من الشغل. ما بتعرف إنه أخرس وأطراش؟ ما دامه هيك لا يشتغل يحمل حاله وينقلع. ليش هيك عم تحكي؟ هو جاي يشتغل مثلك. لك طولوا بالكم يا شباب. بعدين انت شو دخلك؟ طلع من وشي وعلى شغلك. يلا ليش عم بتدفش ولا شو صار لكم؟ طول بالك، طول بالك، طول بالك، طول بالك، طول بالك، طول بالك. انا بورجيك يا معلم، تعال شوف يا معلم شو عم تساوي انت وياه. تعالوا لورا، يلا لشوف شو بكون. منيح اللي اجى المعلم. ما بتستحوا على حالكم؟ يلا كل واحد يروح على شغله بسرعه. يلا شباب يلا. خليك بدي اياك، كتبت لك على هالورقة الاغراض اللي لازمينا بالشغل، جيبهم من البقالية بسرعة. عم تفهم علي؟ بس عطيها الورقة. يا ربي شو بدي اعمل، ما فيني روح. ما فهمت علي ما هيك؟ روح جيب هالاغراض من البقالية. خلص انا بروح. اللي معلم شو هن الاغراض؟ انت روح على شغلك يوسف، روح على البقالية مو بعيدة باخر الشارع، فهمت؟ خود روح يلا، دكاني قريبة. شو هالورطة؟ مضطر اروح.
دمرني حبيب. هاي أول مرة بشوفك، أنت شغيل جديد؟ مراد؟ جاي يا معلم. مسيك، جيب لي هدول الأغراض. طيب ماشي. يلا دقيقة بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. هلأ لو وصلت؟ لا، صار لي فترة بس مريت على خالتي. الحمد لله صارت أحسن. يعني رحت زرتي ما هيك؟ ايه طبعا. صحيح، ليش هداك الزلمة كان بده يقتلها؟ قدرت تعرف شو السبب؟ السبب واضح، لأنه خالتي ما بدها إياه. يعني هي قبل فترة رفضته، الظاهر أنه حاول ينتقم. زينب شبكي ولا شي؟ زعلاني عليها. شو لوين؟ رايحة لعند الضابط شوف شو صار معه، بلكي في أخبار جديدة عن بنتي نرمين. لو في أخبار جديدة خالي كان دغري خبرني. معلش أنا بدي روح. يلا بخاطركم. كل يوم عم تروح لعنده وتسأله عن نيرمين. المشكلة إنه أنقرة كتير كبيرة، يعني ما رح يلاقوها بسهولة. تفضل. اسلموا إيديك. الله معك. وهي طلبية الورشة صارت جاهزة. تعال حبيبي. سلم لي على معلم. استنى، شبك ليش ما عم ترد علي؟ طيب طلع قدامك. معلش تاني مرة دير بالك. إيه يلا ما صار شي. خلص ولا يهمك، ما صار شي. سيب إيه والله هي أحسن شي خبر عنا الشرطة. آخر مرة شفناها بالمطعم، ومن وقتها لهلأ ما بنعرف عنا أي شي، بس لساتنا عم ندور. يعني هي لساتها بأنقرة؟ لازم تلاقوها، إذا فجرت حالها رح تصير مصيبة. يا ربي ساعدنا. اجتنا أخبار جديدة بخصوص رويدة، في واحد شافها. يعني لقيتوا بنتي؟ خلي الشباب يجهزوا حالهم. حاضر معلم. يلا خالي انت رجعي على المشفى. خلص أنا بخبرك بس يصير معنا شيء. لا خدني معك الله يخليك، وقت تشوفني عايشة وما متت رح تسلم حالها. طيب ماشي تفضلي. يلا ابني. يلا عجلك شوي. بنتي حبيبتي، واخيرا رح شوف بنتي ان شاء الله ما يصير معنا شيء. شبو هاد ما في غير عم يلحقني. جيت لاشرب مي. عود لا تعذب حالك. Thank you.
ولا شيء. من وين طلع لي هذا كمان؟ حاسة إنه هالرسالة في وراها قصة كبيرة. زينب. بخير في شي؟ بشو كنتي عم تفكري؟ ولا شي. مو حابة تقلي لي ما هيك؟ يعني مو معقول خبي عنك، ما في شي. أنا عندي كم مريض هلأ، لازم شوفهم. بدك شي؟ لا، الله معك. أنا لازم أعرف شو قصة هالرسالة. جوا جيبي لي الملف تبع المريض شوكت نيزدا. طيب. بشرى خانم. اهلين انسه زينب، في شي؟ نهال مالها باوضتها، اكيد بتعرفي لوين راحت. ما هيك راحت على البيت قبل شوي، ما عاد في داعي انه تضل هون. طيب انت بتعرفي وين ساكنه؟ طبعا عنوانها عندي، هلا بعطيك اياه. شكرا. هذا هو المكان يلي دلونا عليه معلم. كتير منيح، ما بدي تعملوا ضجة، تخلي الشباب يحاوطوا كل المنطقة. ايه تحت امرك معلم. يلا شباب يلا، انتوا روحوا لهنيك. طيب ماشي. وانتوا كمان لهنيك. أكيد بنتي هون؟ أي هيك قالنا صاحب السوبر ماركت اللي بآخر الشارع. إن شاء الله تقدروا تكمشوها بدون ما يصير شيء. إن شاء الله خالي، أنت بس ادعينا. انت خليك واقف هون. انا بفضل انك تضلي هون، ما بتعرفي شو بصير معنا. طيب ماشي. انت روح لهنيك. ممنوع تفوتوا على الورشه. نحن من المباحث. شوفي عمر، ورجي الصوره. هاي البنت موجوده هون مو هيك؟ يعني هي مجرمه؟ ايه، واسمها رويدة. رويدة؟ بجوز، أنا ما بعرف كل الشغيلة، اسألوا المعلم. معلم! معلم! تعال شوي! شوفي، تفضل لعنا شوي، حابين نحكي معك. جاي جاي. شو بدهم هدول؟ شو بدهم؟ لك هربي بسرعة. أنا بعرف إنه أنت رويدة، الشرطة هون. عم يسألوا علي؟ إيه، على أساس ما بتحكي. هلأ قيمك مني، وين واقفين؟ عند مدخل الورشة. والله أنا فكرت شب. هلأ خلصنا البنت وينا؟ بالخيمة. أنت خليك هون، قربوا. معلش خالي، انت خليكي هون. طيب. مش
شرطة! سلمي حالك رويدة! اطلعي لبرا! يلا لشوف! خالي انت احكي معها اقنعيها انها تسلم حالها. طيب طيب بنتي نيرمين حبيبتي انا امك لكني ما فيني شيء طلعي لبرا سلمي حالك نيرمين بنتي ما في حدا هون بدكن تلاقولي اياها رح خبر الشباب لك وين رحتي ليش هيك عم تعملي فيني يا بنتي اخ يا ربي حقيني تعي 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 لهم حقيني بتعرف اني بنت؟ ايه طيب ليش عم تساعدني؟ اذا ضليتوا هون رح يلاقوكي لازم نتخبى طيب وين بدي اتخبى؟ ما عندي حدا روح لعنده تعي تعي